مرحبا أصدقائنا متابعي قناة التعلم الأعزاء في فيديو جديد. في هذا الفيديو أصدقائي سوف نعرج على أجمل مصانع الأغذية في العالم التي شملت التكنولوجيا والآلات العجيبة والغريبة. لذا استعدوا لفيديو رائع وحلقة مدهشة، وهيا بنا لنبدأ. هذه عملية تعليب التفاح، شاهد كيف ينتقون التفاح بعناية ثم يمر عبر هذا المصنع ليغلف ويذهب إلى البيع. يبدو هذا اللحم ناعماً بفضل هذه الآلة. إنها آلة تطحن اللحم وتشكله على شكل دوائر، ربما هي دوائر الهامبرجر. هذه آلة تقطيع النقانق، شاهد كيف يتم التقطيع بكل حرفية. تمر كل قطع النقانق أو السلامي عبر هذا الشريط المتحرك أو الناقل، توضع في أغطيتها، تغلف وتوضع في علبها ليتم بيعها في المصانع. شاهد هذا الفيديو وسأوضح لك ما هذه الأشياء. إنها عصي البسكويت، بدون شك أنك أكلتها يوما. أما هنا يا أصدقائي فهي آلة أخرى ومصنع آخر، إنها شرائح السلمون لمحبي السلمون ومحبي السوشي. تبدو هذه القطع متساوية. أصدقائنا الكرام، شاهدوا ماذا يفعل هذا الروبوت بالدجاج. إنه يقوم بتشريحه وتنقيته. يسعدنا أن نقدم لكم هذا الروبوت الخباز. أما الآن فدعونا نعرج إلى الإندومي ومحبي شرائح الإندومي. قبل أن تأكلوا هذه الإندومي العجيبة، شاهدوا كيف تصنع. يقومون بطهوها وتجفيفها، وبعد ذلك تنقل في هذا الأسانسير لتنقل إلى مطابخ الناس. هل تحتاج لإنتاج عصائر ليمون كثيرة جدا؟ إليك الحل يا صديقي، أصبح الليمون ناضجا. هذا المصنع يقوم بتغليف ما يصل إلى 12600 وحدة من البسكويت، وذلك ليس في الساعة بل في الدقيقة يا صديقي. إنها أعمال الروبوتات. أما هذه يا أصدقائي فهي محبوبة الجماهير، إنها فطائر البطاطس. بفضل هذه الآلة يمكن تعبئة هذه اللحوم. هذا الروبوت يقوم بطبخ وتقطيع هذه البيضات، 1100 بيضة في الدقيقة. وهذه عملية تغليف وتعبئة بسكويت من نوع آخر.
هذا الروبوت يصنع لنا ساندويتشا سهلا ولذيذا. الروبوتات أصبحت تدعم الوجبات الخفيفة والتغليف وخطوط التجميع الحديثة. الجمع بين خطط الانتقال أصبح سهلا. الآن سننتقل إلى عملية معالجة الطماطم. لابد في الأول أن تغسل هذه الطماطم وتعقم. يأخذها هذا الأسانسير إلى عالمها الآخر. أما هذا فهي ليست مسبنة، إنها مجففة هذه الخضروات والفواكه وحتى المعكرونة. هؤلاء اليابانيون اخترعوا كل شيء. أما هذا فهو حزام نقل رجاف أو مرتجف ينقل هذه المنتجات الثقيلة. ينقل كل شيء، الدواجن واللحوم وكذلك الذرة. قد يبدو هذا أمرا بديهيا، لكنه يوفر الطاقة الكبيرة على المصنع لأنه يعمل بنظام هيدروليكي. أما هذا الروبوت فهو مسؤول عن هذه المثلجات. شاهد كيف يؤدي عمله بكل إتقان. هذه المثلجات أصدقائي أصبحت جاهزة للنقل. تغلف بإحكام في كراتينها وتذهب إلى الحاويات. شاهد عملية تغليف الدواجن بكل سهولة. هذا العامل يحب عمله لأنه يصنع هذه النقانق بكل سهولة. أما هذا المصنع يا أصدقائي، إنه مقزز، إنه مصنع لحوم الكركديل أو التماسيح. هذا نظام رش للتوابل، إنه يقوم بتمليح ووضع النكهة على هذه البطاطس المقلية. أما هذه الآلة فهي آلة تقطيع اللحم المدخن. يبدو لذيذا للوهلة الأولى. هل تسألتم يوما عن كيفية صنع النقانق؟ إليكم يا أصدقائي. بعد أن شاهدتموها ربما أنكم لن تأكلوها بعد الآن. هذه الآلة تبدو مريحة جدا وقادرة على توفير الكثير من الجهد. شاهد كيف يتم ملء هذه الخراطيش من الآيس كريم. يبدو الأمر شهيا. آلة تقطيع اللحم للطهاة والمطبوخات تبدو مثالية وكأنها شيف احترافي. هذه الآلة صممت لتدعم هذا الخط من الإنتاج. إنها حل شامل لهذه الصناعة للمواد الغذائية. هذا الروبوت يقطع هذه الجرامات من اللحم بتساو تام.
إليكم يا أصدقائي كيف تصنع المكرونات. أصدقائنا، نترككم مع هذه الحلويات الشهية ونقول فرجة ممتعة.